مكتب الاستاذ علام مهيب يا الحالي. لك شو صار النهار؟ ما بعرف. معلم يا معلم. شوفي ولا ليش كفايت لعندي؟ ريم طلعت برا المعمل وهي مثل مجنونة. مين ريم؟ ريم تبع قسم القص. لوين طلعت؟ طلعت برا المعمل وتيابها مشقوقة وحالتها حالة. ليش شو صاير معها؟ والله ما بعرف يا معلم. لكن ليش هي تخبرني إذا ما بتعرف؟ أنا قلت لحالي يعني بيجي بخبرك بعد ما طلعت هي من مكتبك. لك شو مكتبي ما مكتبي؟ معلم كلهم عم يقولوا إنه كانت عندك بالمكتب وطلعت بهي الحالة، وأنا قلت لحالي بيجي بخبرك بلكي بتلحق تعمل شيء. لك شو بدي أعمل ولا؟ بعدين شو هي طلعت بمكتبي؟ والله ما بعرف يا معلم. ليش تاركين الآلات التوية؟ أستاذ شعري هذا مرزق ناس؟ ليش تاركين شغلكم عم تتزعرنوا؟ معلم شان زميلتنا ريم طلعنا نشوف شو فيها. وشو طلع معكم؟ شو يا أبو أحمد؟ شو قصة ريم؟ طلعت برات المعمل وهي عم تركض معلم، ما حدا حس إني أحكي معها. والبطيخ رامي وينه؟ طلع وراها. وأخوها الأجدار؟ كمان طلع وراها. وشو قصة إنه كانت عندي بالمكتب؟ بس حدا فهم شيء يجي يخبرني. ومرة تانية ما حدا بيترك آلته، مفهوم؟ مفهوم؟ ما سمعت؟ مفهوم أستاذ. يلا كل واحد على شغله. يلا يا شباب. كملي. شو بدي كمل؟ هذا كل شيء صار. لك عم قال لك كملي. بجوز مخرجي مني. رح بعد شوي. اعتدى عليكي؟ ابن الكلام. لك يا بنت الكلام. يا بنت الكلام. لك شو فوتك لعنده على المكتب يا حيوانة؟ جوز الهد شوي. لك اخذ شو زعلان. لك شو فوتك لعنده على المكتب الحقيرة؟ شو فوتك؟ يا اخي مديرة قال لك تعي لعندي. بتقول لي مبروح. بعدين مين بيعنا بالغيب؟ والله لا اشرب من تمه. فيصل ما بتصير تلوت ايديك بهيك وقت. لك يا عمي اتركني. خليني اخبر الشرطة. لك ما بدي اخبر حدا مشان الله تركني. ما رح خليك تفوت السجن مشان وقت. لك ما عندك قاعد عرضي ما عندك. الشرطة بتاخد حق. لا تعبان فراح. افتح الباب بعدين تفتح الموضوع. طب معلش بس خبر السيد المدير. افتح الباب وبعدين خبر الموضوع. تفضل. معلم كده مين شرطة فاتت على المعمل؟ شرطة؟ مشان شو؟ والله ما بعرف يا استاذ، ما سألت معهم، خلوني يفتح الباب. ما سألتهم شو بدهم؟ ما بدهم يحكوا. انت علام عبد الواحد؟ ايه انا شرف معنا. شرف معنا. وين بدي شرف معكم؟ عم فصل. مشان؟ هنيك بتعرف. لا انا هون بدي اعرف. اذا بتريد ما في داعي لعندك القوة. شو هو ما قوة؟ اي نعم شرف معنا بدون شوشرة. اطلعي برا انت. سكري الباب. معلم بس فهمني شو الموضوع. قلنا لك هنيك بتعرف. ان شاء الله بس فهموني شو القصة. انا ما بعرف شيء، معي اوامر جيبك موجودة. الله يخليك لا ضيعنا وقتنا. طيب خلص خلص مثل رأيكم، بس معلش انه تروحوا بالحقكم مع الدقيقة. لا مو معلش، بدك تروح معنا. معلم ان شاء الله ما حلو قدام عمالي. اخي حلوه ولا مو حلوه مو شغلتي. بقى الله يخليك لا تطلع لي خلاي. اتفضل معي على الساكت. يا جماعه والله لو قاتل قتيل مو هيك. دقيقه وحده وبلحقكم. كلبشي مو. لا معلم خلص خلص شو بلا الكلبشي. والله بلا الكلبشي خلص. والله بطلع بطلع. بدك تطلع هيك؟ معلم شان الله ما حلو قدام امالي. بوس ايدك خلص رح اطلع. بس خليني اشوفك شوي لحالك. الله يوفقك بس شوي. اطلعوا لبرا لنشوف شو اخر تمام. نعم شو بدك؟ انا جاهز. تعرف اي حركه منك بايخه كلبشك وبجرك جرك. مثل ما بدك بس بوس ايدك قدام العمال ما بين غصبا عني. ماشي بشرف. شكرا معلم. ما في شيء كل واحد على شغله. تحركوا. ليش تارك شغلك انت وياه؟ يلا كل واحد على آلته. يلا نشوف. أنا واصل مشوار نص ساعة وراجع. إذا بشوف حدا تارك آلته رح كبه برا. ها
خير خير استاذ هلا عم شوفي؟ لا ما في شيء بس واصل شوف سياره العميد شوي وراجع. شرف شرف. يلا كيف سياره العميد؟ الحمد لله بخير. يلا يا شباب كل واحد على شغله. يلا رح كلبشك. ليش بدك تكلبشني؟ اكيد بس بالسياره مشان عمالك. ممتاز. رحتي على القسم اللي اتفقنا عليه؟ ايوه كتير كتير منيح. هلا انا بتصل بالطبيب الشرعي اللي اتفقت معه واللي عاده بتجي لعنده هيك حالات. انطري مني التليفون بس ليكي احفظي اسمي برمز او اسم تاني والاحسن انك تمحي مشان اذا صار او ما صار. لك لا تقلقي هلا المحامي بيوصل لعندك. يا علينا انا مظبطه كل شيء روقي. اوكي اوكي باي باي. سلامات دكتور. يا صبي اشطر على عرضك تهدى شوي. والله لا اشرب من دم. والله لا اشرب من دم. اخي اترك الشرطه تساوي اللازم. شرطه انا ما بدي حدا يحبسه، انا بدي دعوسه برجلي، انا بدي افسخه شعفتين هالابن الحرام. وصلتي صدر. شوفي شو صار؟ هذا الكلام كرامتنا صارت بالارض. وين هذي؟ جوا بالتحقيق. يا ماني يا علي يا فتحتك يا فرصه. يا عمي يا عمي يا عمي يا عسكري الله يرحمه الله يخليك غصب عني والله العظيم. يا الله ما تاخذني. يا بابا طولي بالك. يا بابا لا تخاف. هذا اقدار ربك. انا جاي واقف معك. يا بابا اقسم لك اني ما راح احكي معك. بابا حبيبتي لا تخافي. وهي تكبر احكي معك. وهي تكبر احكي معك. وهي تكبر احكي معك. وهي تكبر احكي معك. والله لا 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 ايه انا عم تعتدي على اعراض ناس. شو انا انت عم تتمسكر يا عقل يا وحش يا مسكر هو سيدي. طلع فيي هون. شو بك ليش ساكت؟ انا اعتديت عليكي انت يا دنيا وحش. انت سيدي اقسم بالله اقسم بالله ما اعتديت عليها. لا 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 تحكي ولا كلمه ولا طلعت لبرا. سيدي انا عم يكذب. انا اللي عم حقي هون مو انت. ما بتحكي ولا حرف عم تفهمي؟ انه صار لي اسبوع ما شفتها. ايه صار لي اسبوع ما شفتك. طلع في هون كل العمال شافوها وهي طالعه من مكتبك عم تصرخ وثيابها مشقه. مو صحيح سيدي مو صحيح هذا الكلام. ليكوا العمال موجودين روح سالهم. اذا واحد منهم بيقول لك انه كانت عندي من المكتب ما فيني شو ما بدك يا ابني. حاضر سيدي هات لي العامل اللي برا. ايه يا رامي شو اللي صار؟ قل له اللي صار يا سيدي انه ريم كانت بمكتب السيد علام وطلعت وياها وتصرفت بحالتها حالي. سيدي والله عم يكذب كذاب. قلت لك هذا اللي عرفته يا سيدي. كذاب سيدي. الله سيدي شو؟ الله يوفقك سامي. والله ما عملت شيء يا سيدي. شو بدك؟ الكتاب تحويل للطبيب الشرعي فورا. حاضر. انطري هون لبين ما اختم التقرير وارجع. ممنوع ممنوع ممنوع. الله يخليك بس شوي. ممنوع يا اختي ممنوع. خليني اطمن عليها. ممنوع يا اختي. هلا هي بتطلع. هلا هي بتطلع. ممنوع. الو ايمنى كشف علي الدكتور. لا تقلقي التقرير كان جاهز من قبل ما يشوفك الدكتور ويكشف عليكي. يعني اطمن؟ طبعا اطمني. معقول لكريم القصه انتهت والفصل الثاني ببقى بخبرك عنه اول باول. بس الدكتور وشو ما ريحني ابدا. طبعا مشان ما يبين شيء قلت لك لا تقلقي. طيب طيب قولي لي شو صار مع اهلك؟ الحمد لله ما صار شيء. كنت متوقعه اكل لي كفين بس اهلي كثير واقفين معي. برافو معناتها كل شيء ماشي تمام. انا بطريقي على القسم. لكن انتبهي ريم هلا اول ما بدي اشوفك بدي اتهجم عليكي وبجوز اضربك وسبك كمان وبدي اقول عنك كذابه وانت بتسبيني بنفس الطريقه. فهمتي؟ امرك. وشو ما قلت بتكذبيني بدي اياك تبيني انك عدوتي قدام الكل.
ماشي بس المهم ما اتبهدل مشان الله. لك حاجة تنقي ما رح تتبهدلي، إذا تبهدلتي أنتي رح أتبهدل أنا ورح نطلع من المولد بلا حمص. والله يا ست ريم أنا ما عملت كل هالشي لحتى أخسر. طيب طيب أنا لازم سكر لأن أمي واقفة برا ما بديها تسمعني. ماشي بس مثل ما قلت لك بتنفذي كل شي حكيته بالحرف. ماشي طيب خلص أمرك. مع السلامة. مع السلامة. استعجل شوي أخي. حاضر يا عمو. خير بابا شو اللي صار؟ عملوا التقرير وهلا بحقوا معه. تفضل. الله معك بابا. الله يفضح عرضه. روح جيب لي هالكلب من النظارة. حاضر سيدي. تفضل ارتاحي. يعطيك العافيه. اهلين. انا خالته للشاب اللي عم تدعي هالكذابه انه اعتدى عليه. مين سمح لك فوتي؟ عم اقول لك انا خالته اخت امه. ان شاء الله بتكوني ابوه. مين سمح لك فوتي؟ شلون مين سمح لي؟ قالوا لي ابنك بالسجن وانت عم تتعامل معي وكاني قاتله قتيل. بترجاك تقدر وضعي. بقدر وضعك وقت ما بتسبي حدا بمكتبي. طيب. خرست سبوس ايدك تحققه منيح لانه ابني مستحيل يعمل هيك. ما بيعمل هيك؟ لا ستي بيعمل اكثر من هيك لانه تقرير الطبيب الشرعي بيقول انه ابنك بيعمل اكثر من هيك بكثير. صدقني يا سيدي هي كذابه. قلت لك لا تسبي حدا بمكتبي. حذرتك اول مره وهي الثانيه. بخليك تضلي بشرط ما بتحكي ولا حرف. امرك سيدي. متهم سيدي. قولي على قلبي يا ريت لي مثله لا جبتك بهالشوفه يا علام. علام انت بريء. انا بحلف يمين انك بريء بس صدقني رح واقف جنبك لحتى هالكذابه الله لا يوفقك تجي تعتذر لك وتبوس ايدك ورجلك لحتى تسامحها. اطلعي لبرا. بس ابني بريء الله يخليك. اطلعي لبرا. خلص تقبرني. خلص ما رح خليك لحظه هون. طمن رح اوكل لك اهم المحامين بالبلد وجيبهم لهون. ماشي خالتي بس ان شاء الله لا تتركيني. ارتاح حاضر يا ابني. تمام عند ياسين. وما يقول لك جاي تتضيف ولا ما هيك؟ امتى؟ طيب طيب ماشي مع السلامة. علام قال كبسة الشرطة على المعمل واخدته. قال معتدي على ريم وريم بلغت الشرطة. قال طلعت من مكتبه أوعية مشقشقة وعم تبكي وركضت برات المعمل. بعد ساعة اجت الشرطة واخدته. لا تقلي بدك تروح لعنده. ما بعرف. ما بعرف. لوين بدك تروح؟ شو نسيت شو ساوى فيك؟ أنا؟ أنا ما بدي إياك تروح لنفهم شو القصة. وإذا عامل هيك لازم يتربى لأنه إذا ما تربى اليوم رح يصير غول بكرة ورح يدوس على كل العالم. خليه يحس إنه لحاله. لك بركي بيخف هالشر يلي جواته. بترجاك توقف مرة واحدة معه بإنك تتركه يدفع ثمن مصايبه. خليني أتصل وأفهم شو الموضوع وبعدين نتفهم كيف بدنا نتدخل. هدي حالك. أنا عزبك. الله يسامحك. لك والله بعذب عمري وما بعذبك.